نعت الفنانة إكرام العبدية الفنانة الشعبية الراحلة إيمان تسونامي التي توفيت صباح يومه الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري بالمستشفى العسكري بالرباط. واكتفت الفنانة إكرام العبدية بنعي الفنانة تسونامي بعبارة تقول: الله يرحمك الحبيبة ديالي، التي أرفقتها بصورة لإيمان تسونامي عبر أحدث منشور لها بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام.